السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذا الفيديو راح نتعلم شلون نرسم التايمينج دايجرام لأي ماشين سايكل. راح ناخذ مثال ميموري ريد ماشين سايكل. الميموري ريد ماشين سايكل تتكون لي من 3 تي ستيتس، يعني 3 كلوكس. راح نجي نرسم. عندي هنا السيجنال، راح اقسم الرسم. عندي سيجنال، عندي 3 تي ستيتس، هنا T1 T2 و T3. قسمت الوقت مالتي الى 3 تي ستيتس. اول شيء عندي هنا اللي راح ارسمه هو الكلوك. في كل تي معناته هي كلوك واحدة. هاي الـ 3 تي ستيتس، بكل تي ارسم كلوك واحدة، يعني نزول وصعود. هاي كلوك واحدة، هاي الكلوك ثانية نزول وصعود، والكلوك الثالثة ايضا نزول وصعود. اول شيء ثاني شيء ارسمه هو الادريس باس من اي 8 الى اي 15. قلنا احنا عندنا من اي 0 الى اي 15 هاي الادريس باس، ولكن هذه من اي 8 الى اي 15 راح تكون منفصلة عن الاي 0 الى اي 7 اللي راح تكون مرتبطة مع الدي 0 الى دي 7. فعندي هنا اي دي 0 الى اي دي 7، وعندي اشارة الادرس لاش انيبل اللي راح تفصل لي بين الديتا والادرس باس. وعندي ايضا عندي بما انه ريد ماشين سايكل، فعندي الريد سيجنال، وايضا عندي الانبوت اوتبوت ميموري و S0 و S1. هذني السيجنالز اللي راح احتاجها. في حال انه كان عندي الاوبكود فيتش ميموري ماشين سايكل، ايضا راح استخدم الريد سيجنال. في حال كان عندي ميموري رايت راح استخدم الرايت سيجنال. في حال كان عندي انبوت اوتبوت ريد، ايضا راح استخدم الريد سيجنال، والانبوت اوتبوت رايت راح استخدم الرايت سيجنال. اغير مكانها. بالبداية راح ارسم هنا عندي هذه الخطوط. هنا هذا على طول الـ 3 تي ستيتس راح يحمل لي الهاير اوردر ادريس. اوكي، عندي بالاي ال اي، الاي ال اي من تشتغل راح تفعل لي اللاج اللي راح يمسك لي البيانات الموجوده على الادرس، على الادرس باس هنا عندي. فلازم افعلها بالبدايه في اول تي ستيتس وبعدين اصفر. هاي بالنسبه لاشاره الاي ال اي، الادرس لاج انيبل، لازم اشغلها حتى يشتغل اللاج، يسيف البيانات، يسيف الادرس باللاج، وبعدين يستخدم اللاينز كديتا باس. اما هذه اللاينز شنو راح تكون؟ راح تكون بيها بالبداية في اول تي ستيتس راح تكون عندي اللور اوردر ادرس. اما في الوقت الباقي بالتي 2 والتي 3 او سوري راح تبدي من منتصف التي 2 الى نهاية التي 3 راح تحمل لي الديتا. اوكي، هاي بالنسبه لل اي دي 0 الى اي دي 7. بالبدايه راح تحمل باول تي ستيت تحمل لي اللور اوردر ادريس اللي هو 8 بت، وهنا الهاير اوردر ايضا 8 بت، راح يصير عندي 16 بتس مثلا الادريس. بعدين صفرنا الاي ال اي، راح تكون هذه اللاينز متاحه حتى تحمل الديتا او يعني تقراها من الميموري. عندي الريد سيجنال، الريد سيجنال تتفعل بالزيرو لان هي عليها هاي العلامه، علامه الداش، فتتفعل بالصفر. ايش وقت راح افعل هاي الريد؟ راح افعلها بوقت قراءه الداتا، فهنا أنا عندي كلها واحد وتتصفر خلال وقت الداتا. اوكي، هذا وقت الداتا تشوفون صفرناها من خلاله. عندي اخر شيء هذني تو سيجنالز،
راح اي لا سوري 3 سيجنالز راح ارسم لهم هذا الشكل، واني عندي الجدول الخاص بقيم كل من هذول السيجنالز الخاصه بالميموري ريد. عندي الانبوت اوتبوت ميموري هذه راح تساوي لي صفر لان عندي ميموري، وعندي اس 0 تساوي لي قيمه، والاس 1 راح تساوي لي قيمه. الاس 0 تساوي لي 0 والاس 1 راح تساوي لي 1. هذني القيم اخذتها من الجدول الموجود عندنا بالمحاضره اللي تمثل لي الميموري ريد ماشين سايكل. هذا بالنسبه لرسم التايمينج دايجرام، وطبعا بقيه المشين سايكلز تنرسم على نفس هذا النمط. ان شاء الله تكون واضحه، وبقيه المشين سايكلز راح تكون انه انتم ترسموها.